شكرا. المصوتون بلا. فيما يخص نص قانون المالية الجديد، فقد حرصت الحكومة من خلال أحكامه على الإبقاء على دعم الدولة حماية للقدرة الشرائية للأسر والمواطنين بما يصون كراماتهم ويحمي بصفة خاصة الشرائح الهشة منهم. لقد استهدفت السلطات العمومية من خلال أحكام قانون المالية لسنة 2020 خاصة في الجزء الجبائي مواصلة بعث الديناميكية المحفزة للاستثمار الجاد والنشاط المنتج. أملنا أن تكون هذه المنظومة المالية دافعة للاقتصاد الوطني ومهيئة لمناخ أعمال يوفر أنسب الشروط لنمو مستدام وشامل.